خلينا نروح. جبنا لحضراتكم النهارده زوم مع الاسباني البرت ريريرا المدير الفني لفريق اوكلاند سيتي، اوكلاند سيتي النيوزيلندي طبعا اللي هيكون متواجد في كاس العالم للانديه. خلوني ارحب الاول بالبرت على شاشه قناه النادي الاهلي، وفي البدايه بنهنئك على عوده الفريق او فريق اوكلاند سيتي للمشاركه مره اخرى في كاس العالم للانديه. شكرا على استضافتي. نعم، كان امرا هاما لنعود للمشاركه في المسابقه بعد العديد من المواسم كنا غير موفقين، لم نشارك، لكن وايضا مرورا بجائحه كورونا، ولكن انا اود كثيرا المشاركه في كاس العالم، ولذا شكرا على استضافتي لاتحدث عن هذا. طيب، طموحاتك مع الفريق خلال الفتره اللي جايه بعد الفوز بدوري ابطال اوكيانوسيا؟ نعم، طموحنا ليس فقط المشاركة في كأس العالم، ولكن دائما لنظهر للعالم أننا نستطيع أن ننافس، ضد أكبر الفرق في العالم، ولنثبت أننا دائما نطمح ونرنو إلى أكبر الأهداف. ليس فقط لأننا ذاهبون لكأس العالم للمشاركة، لكن هذا الأمر مختلف بالنسبة للجمهور النيوزيلندي، ولكن دوما نتطلع للأفضل خلال التاريخ. بكل موضوعية أتحدث عن كأس العالم، أننا دوما نظهر مستوى جيد، ولكن هذه المرة نستطيع أن نثبت لمتابعينا أننا نستطيع أن نصنع إنجازا أكبر. طيب، عايز اسالك برضه او ابدا بقى في سؤال لحضرتك عن رايك في فريق النادي الاهلي المصري ومواجهته المرتقبه مع اوكلاند سيتي في افتتاح منافسات كاس العالم للانديه بالمغرب. نعم، انظر، نحن نعرف الاهلي جيدا طبعا. الاهلي فريق رائع، نعرف أنه الآن في مقدمة جدول الدوري المصري، يلعب جيدا ويؤدي بشكل جيد، لديه مدير فني جيد مارسيل كولر، ولديه خبرة واسعة في أوروبا، وشاهدنا العديد من المباريات للنادي الأهلي، ولم يتوفر لدينا العديد من المشاركات الدولية، ولكن نستطيع أن نقول أن النادي هو أقوى نادي في أفريقيا، وللمشاركة في أفريقيا ولتنافس وتكون الأفضل في أفريقيا يجب عليك أن تكون جيدا. فالأهلي قد فاز بالعديد من المسابقات الإفريقية، فبالطبع هو النادي الأكبر في أفريقيا، فنحن نعرف أن الأمر سيكون مهمة صعبة بالنسبة لنا، مهمة ضخمة للتعامل معها. فالأهلي لديه لاعبون رائعون، نعرف كيف يلعبون، ونعرف أنهم لديهم الكثير من المميزات، لديهم الحركية اللازمة للعب كرة القدم. ستكون مباراة صعبة، ولكن كما ذكرت، نحن نعرف أن كرة القدم في كرة القدم أي شيء يحدث يمكنه أن يحدث. نعرف أن كثير من الأندية الكبيرة تطمح إلى الأهداف كبيرة، ولكن المباراة ستكون صعبة وستكون 90 دقيقة، نستطيع أن نفعل أي شيء. يجب أن يكون لدينا الطموح الكبير سيثبت ما نستطيع أن نفعله. طيب، هل بدأت بالفعل دراسة النادي الأهلي لأولى المباريات، وكيف ستتغلب كمدرب لأوكلاند سيتي على خبرات لعبة النادي الأهلي اللي شاركوا في آخر نسختين من كأس العالم وحققوا المركز الثالث؟ نعم، لقد بدأنا دراسة المباريات الخاصة بالنادي الأهلي. فالأهلي، أنا أعجبت كثيرا بالكثير من لاعبي الأهلي، لديه الكثير من اللاعبين وليس فقط اللاعبين المحليين، ولديه لاعبين دوليين كبار كبرونو سافيو. أستطيع أن أقول كل اللاعبين رائعين، لديهم خبرة واسعة، خبرة كبيرة في هذا المستوى من اللعب.
يؤدون مهمة جيدة، يؤدون بشكل جيد مع المدير الفني، يستطيعون التعامل بالكرة بشكل جيد على مستوى الدفاع، لاعب محمد عبد المنعم، ولكن كما ذكرت كل اللاعبين رائعين. أعتقد أن قلبي دفاع النادي الأهلي مميزين، هم مفاتيح اللعب للنادي الأهلي، وخصوصا اللعب على الأطراف أيضا. علي معلول، محمد هاني، يلعبون بشكل جيد، كل لاعبين النادي الأهلي يلعبون بشكل رائع. يجب علينا أن نكون مركزين بشكل الأمثل لنؤدي مباراة رائعة أمام الأهلي. فنحن الآن في قمة مستوانا، ولكن الآن نحن بين موسمين، فنحن فترة راحة عكس النادي الأهلي، يلعبون مباريات، هم في خضم المسابقة المحلية في مصر عكس موقف فريق أوكلاند. لذلك الأمر سيكون صعبا، يجب أن نكون أذكياء، يجب أن نتعامل بحنكة مع هذه المباراة أمام خبرات لاعبي الأهلي. الدوافع التي ستحفز لاعبي أوكلاند سيتي خلال مشاركتهم إن شاء الله في النسخة القادمة لمونديال الأندية؟ نعم، ما لدينا أكبر عامل لدينا هو الدوافع التي نحظى بها، أن نستطيع أن نحفز اللاعبين بها، هي خدمة النادي، وأن نكون في أعلى مستوى للتركيز وأن نهدأ. فهذه بطولة كبيرة، ونحن نطمح لنمثل بلد فريقنا بالشكل الأمثل في المغرب. نستطيع أن نقوم بمهمة جيدة، ونستطيع أن نكرر ما قد قمنا به في المغرب عندما أتينا في المركز الثالث مرة سابقة. فأستطيع أن أضمن لك أننا نستطيع أن نكرر هذا إذا كنا في أعلى مستويات تركيزنا وأدينا بشكل رائع مع التدريب اليومي بالفعل. طيب، استعدادات أوكلاند بقى للمشاركة في كأس العالم للأندية، هل يتم دعم الفريق في بعض المراكز بلاعبين دوليين وذوي خبرة خلال الفترة المقبلة؟ حسنا، فلسفتنا هي أن يكون لدينا لاعبون على المدى البعيد، وليس فقط لاعبون نستقدمهم للعب كأس العالم. فالإجابة لا، في الواقع نحن بالفعل قد وقعنا لاعبين من قبل، ولكن ليس لكأس العالم، لا. فالموقف الآن أننا بعد كأس العالم سنبدأ البطولة المحلية، ونبدأ بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا، فستكون مباريات صعبة، فيجب علينا أن نؤدي كنادي واحد، كوحدة واحدة وفريق واحد، ولكن نوقع مع لاعبين لكأس العالم فقط؟ لا، الأمر ليس كذلك، لقد وقعنا بالفعل مع لاعبين من أشهر ماضية عموما للبطولات القادمة. وكما قلت، نحن نوقع مع لاعبين للمدى البعيد وليس فقط لبطولة واحدة. هل تتوقع أن يشهد نهائي النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية فرق أخرى، وليس كالعادة يعني مباراة نهائية متكررة بين بطل أوروبا اللي بيمثله في هذه النسخة ريال مدريد وبطل أمريكا اللاتينية فلامينجو البرازيلي؟ انظر، كما قلت من قبل، منافسة مثل هذه المسابقة ستكون مباريات صعبة. كرة القدم أي شيء متاح فيها حاليا، لديك في كرة القدم يجب أن تظهر ما لديك على ملعب المباراة، ليس فقط بالأسماء، ولكن
ولكن بالأداء كل فريق لديه، كل جمهور لديه الفريق المفضل الذي يرشحه، ولكن الأشياء الجديدة تحدث دائما في كرة القدم. الأهلي إذا لم أكن مخطئا قد فاز بالمركز الثالث لثلاث مرات، فهذه مفاجآت تحدث، ربما يحظون بمركز أفضل فيما بعد، لا أحد يعرف. فربما لما لا لنرى كل شيء يحدث في كرة القدم. أنا أتمنى أن نشهد هذا النهائي كفريق مشارك في نهائي كأس العالم. طب رأيك في نظام البطولة الحالي، إعفاء أبطال أوروبا وأمريكا اللاتينية من المشاركة في الأدوار التمهيدية وبدء اللعب في نصف النهائي؟ رأيي هو يجب أن نقارن بين جدول هؤلاء هذه الأندية الأوروبية والأمريكية، أن نقارن بين المنافسات التي يحظون بها. ستجد أننا نعرف دائما أن الفيفا لديه نظام خاص بهم وتنظيم خاص بهم، ولكن ليس لدي أمر خاص أو رأي خاص بهذا الصدد، ولكن إذا نظرت إلى حجم البطولات وحجم المنافسات ستعرف السبب. لديهم بطولات صعبة ولديهم مباريات قوية لا تستطيع أن تقارن بينها وبين باقي البطولات وباقي اللاعبين. فأعتقد أن السر وراء هذا القرار أن الفيفا فعل هذا لنظرا للمقارنة بين حجم البطولات، والكاف عليه أن يحسن من بطولته على سبيل المثال. فأعتقد أن اللاعبين والأندية الأخرى ليست على نفس المستوى من القوة في المنافسة، فبالتالي هذا هو السبب. طيب هل حضرتك مع قرار الفيفا بتغيير نظام البطولة اللي جاية يعني أو لاحقا، وزيادة عدد الفرق المشاركة في المونديال 32 فريق بداية من نسخة 2025 ولا لا؟ ما أعتقده هو أن بعض المشاهدين والمشجعين لكرة القدم يريدون هذا، وهذا أفضل لهم. فإذا سألت أحد المديرين الفنيين سأقول لك نعم أنا أفضل، ولكن من قارة أوروبا أو من قارة أمريكا الجنوبية لن يكون هذا أمرا مرجحا لهم، الأمر مفضل لباقي القارات. أعتقد أن هذا معناه المزيد من مباريات كرة القدم، وهذا أفضل لنا وليس للجميع. ولكن بالنسبة للمديرين الفنيين ربما بعض الأندية لن يكون هذا محبذا بالنسبة لهم، صحيح، ولكن للأندية الأقل قوة سيكون هذا أفضل لزيادة الخبرات والاحتكاك. فإذا كان هذا أفضل، إذا كان هذا بالنسبة لنا سيكون أفضل بالفعل. فأعتقد أن الأمر سيكون جيدا من الناحية المادية والناحية الرياضية، أعتقد أن هذا جيدا للكثير من القارات. أنا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا ألبرت رييرا المدير الفني لنادي أوكلاند سيتي، وإن شاء الله نلتقي في المغرب على خير إن شاء الله.